السلام عليكم حبيباتي، كي دايره الغليت على قلبي. نتمنى يا ربي تكونوا في اتم الصحه والعافيه، ولقاكم هذا الفيديو ضحكات ناشطات يا ربي، وتكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه غنقولها لكم، غنخلي لكم واحد القناه في صندوق الوصف في اول تعليق، سيروا شاركوا فيها. اللي بغات تشوف الكارطاج كتقول لها، يعني بتشوف الفال ديالها والتحليفه ديالها شنو كتقول، تمشي تشاهد ديك القناه فيها كذلك وصفات الخطيره بزاف بزاف بزاف، شي حاجه اللي واعره راه ما غاديش تندموا. وداك الشيء اصلا غير بغيتو فهمتوني، غير يعني هادشي قلتو لكم غير يعني الصالح ديالكم. والله يسهل على كل وحده يا ربي، الله يسر لك يا حبيبتي اي وحده دخلت هاد الفيديو، بيت ربي يسر ليها، بيت ربي يدير لها الطريق في الضيق، بيت ربي يسهل عليها ويسر لها امورها ويبعد من طريقها ولاد وبنات الحرام، وفيما ما حطت رجليها تلقى غير الخير والتيسير. الا كان شي راجل معنكشك في حياتك، ربي بغيت ربي له يسهل عليه. الا كان راجلك محنك، بغيت ربي يتاويكم في الخير. الا كنتي واقفه على شي طلاق، يا ربي يعني يا ربي تفك محاينك وتفك مشاكل الدنيا والاخره ديالك، يا ربي تفرج عليك كرب الدنيا والاخره. يا ربي اللي بغات شي خدمه الله يجيب لها شي خدمه، فاش تهلا في راسها وتهلا في والديها. اللي بغات الولاد الله يجيب لها الذريه الصالحه. اللي عزبة تزوج الله يجيب لها شي راجل اللي يحن فيها ويدير بيديها، ماشي شي واحد اللي محنها. وهذا الشيء اللي كاين. وحاجه اخرى نقول لكم، ردوا البال من دوك الارقام كيكونوا في التعليقات، هذوك راه ماشي الارقام ديالي انا، راه مره فاش كنبغي نتواصل مع شي وحده ملي كنسالي بحال هكا، حيت الله يحسن العوان بلا ما مشغول، كتقول لي مثلا، كنقول لكم دائما حاولوا دائما تكتب لي، ماشي تكتب لي وحده ايوا بغيت نتواصل معاك، لا انا باش نعرفك انت شكون نتيا. غتقولي لي مثلا انا مريم من فرنسا، ولا انا مريم من المغرب، ولا انا مريم من الامارات، ولا انا خديجه من الدار البيضاء. خصك نعرف انا بعدا انا مع من تندوي، باش حتى على الاقل دخلنا نمرتك نعرفو مع من كندوي، نكتبو عليك السميه ونكتبو عليك البلاصه اللي منين نتيا، باش ما يتخلقوش لينا السميات. هذا هو اللي كاين. ومن بعد انا كنعطيك نمرتي في التعليقات وكتهزيها ونتواصلوا. الله يستر، واخا انا ما تنتواصلش بزاف مع الناس، ولكن المهم بالنسبه لاي وحده كتلقى يعني دوك سميتهم دوك التعليقات ديال تواصلي مع الشيخ الفلاني، داكشي راه غير كذوب، وهذوك راه مصابه وحذاري منهم. وهذا الشيء غنقول لكم اليوم البنات، شحال وحده كتقول لي عافاك اختي وردية، احنا ما عندناش الشرويطه، احنا ما عندناش الشرويطه، عافاك بينا شي حل. جبت لكم اليوم واحد الوصفه اللي يعني مشهوره معروفه، ماشي انا اول وحده درتها وماشي انا اخر وحده، يعني معروفه في عالم الروحانيات، اللي هي ديال السودانيه، هي البديل ديال الشرويطه. يعني شنو هي الشرويطه او الخرقه اللي كيسولوني عليه؟ هو ديك الشرويطه اللي كيمسح بها الراجل، كيكون فيها الماء تاع الراجل اثناء العلاقه الحميميه، كيمسح بها الراجل تمسحوا بها، فهذيك هي الشرويطه او الخرقه. هاد الوصفه البنات هي بديل ديال الشرويطه. اشنو كنحتاجوا فيها؟ كنحتاجوا فيها السودانيه، السودانيه او الفلفل الحار. ها هو بالنسبه للسودانيه، الناس اللي ما عارفينهاش، هو داك الفلفل الحار اللي كيكون يعني مجفف، كيكون مجفف بحال هكا. تنحتاجوا البنات كذلك واحد الوريقه، واحد سبعه الوريقات، سبعه الوريقات وسبعه الحبات ديال السودانيه، سمعوني مزيان، سبعه الوريقات وسبعه الحبات ديال السودانيه. هاد الوصفه البنات صالحه للوحده اللي عتي راه كتنوض في الحبيب، كتنوض فيه، شتي العافيه 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 تقضي فيه. المراه اللي راجلها بارد من جهتها ما يمارسش معاها فهاد الهاج، هيجي هيولي بحال الثور هايج، فهمتوني؟ كيف ما قلت لكم كيولي هايج بحال الثور واعر وبزاف. باش ما نطولش شي عليكم وتقولوا لي عاوتاني في كثرت الهضره وديك القيل والقال، انا راه ما تنهضرش بزاف، والله ما كتشدني الضحكه، حيتاش والله العلي العظيم ماشي زعما تنبغي نطول الفيديو ولا شي حاجه. المهم تناخذ واحد ستيلو، يعني ديرها للبنت الحبيبها اللي معفر عليها، حيت ما نكذبش عليكم، هو النصيحه ديالي لكم هو ابغيه، ماشي ما تبغيش، ولكن عندك راه طيحيه النهار اللي طيح، نهار النهار اللي عرفك بنادم تحطيه فيه ولا شي تبغيه تيتعفر عليك. الصراحه الرجال هما هكا النهار، وخصوصا هما العيالات دغياتي دغيا كيطيحوا. ما عرف فين مشى داك ستيلو تنلود عليه باش نكتب لكم شنو خصنا نقولوا. غنقلب عليه، باش سبحان الله الحاجه ملي كتبغيها كطير. شوفوا البنات ها هو، والله الا نسيتو كاع واش كاين هنايا. المهم البنات غنبداو الكتابه ديالنا. كنكتبوا البنات سمعوني مزيان، الا بغيتو يعني باش هذاك كتكتبوا اللهم احرق قلبا وعقل فلان ولد فلانه على محبه فلانه بنت فلانه. غنكتبها لكم باش يعني كلشي هادر. اللهم اللهم احرق قلبا
وعقل فلان ولد فلان سميت حبيبك او زوجك وسميت امه. الا ما عرفتيش اسم الام كتقولي ابن حواء على محبتي فلانه بنت فلانه. اسمك انت واسم امك يعني. وعلى فكره هادشي اللي كنكتبوه بقلم البنات احمر يعني كنقولوا اللهم احرق قلبه وعقل فلان ابن فلان على محبه فلان بنت فلان حتى لا ياكل ولا يشرب ولا ينام الا اذا جاءت فلانه بنت فلانه. سميتك وسميت امك بنت فلانه وكديري جيم الف دال تديري واحد النجمه خماسيه بحال هكا وتديري فيها وسطها النقاط بحال هكا وفي الوسط ديالها كديري نقطه 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 وفي الوسط ديالها كديري سميتك انت سميتك الاولى مثلا انت سميتك جميله الجيم وحبيبك او زوجك سميتو يوسف كديري الحرف ليا اول حرف سميتك واول حرف في اسمو. هادشي البنات كتكتبوا فهاد سبعه الاوراق نعاود لكم كتكتبوا البنات اللهم احرق عقله وقلب فلان وولد فلانه على محبه فلانه بنت فلانه حتى لا ياكل ولا يشرب حتى ولا ينام الا اذا جاءت فلانه بنت فلانه. وكديري جيم الف دال وكديري نجمه الخماسيه كديري فيها نقطه 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 اول حرف اسمك واول حرف اسمه في الوسط النجمه. يعني هاد الشيء البنات كتكتبيه في هاد الوريقات يعني سبعه يعني سبعه السودانيات سبعه الوريقات. هاد الشيء كديري مده 7 ايام يعني 7 ايام متابعه. من الاحسن تبداي من نهار الخميس يعني الخميس الجمعه السبت الحد الاثنين الثلاث الاربعاء يعني تبداي من نهار الخميس حيت نهار الخميس هو نهار مبارك. تنكتبوا داك الكلام البنات في هذيك الورقه تاع السودانيه بحال هكا وتنديروا معاها راه ما قلتها لكم تنديروا معاها البنات بلاتي تنديروا معاها شويه الابزار بحال هكا بحال هكا. مثلا نديروا هذه الورقه هذه دابا ها هي فيها السودانيه وتنديروا فيها شويه الابزار بحال هكا الابزار او الفلفل الاسود. هاد الورقه كنكونوا كاتبين فيها داكشي اللي قلت لكم بحال هكا وتنلوها بحال هكا بحال هكا وكنحرقوها البنات في الفحم. تنحرقوها في الفحم اذا ما كانش عندنا الفحم متوفر فيمكن لينا نحرقوها في فوق البوطه فوق البوطه هادي عادي تحرقها فوق البوطه ما كاين حتى مشكل. وهاد الوصفه البنات راه كتعوض الشرويطه يعني الا عندك حتى شي طريف ديال الشرويطه تحرقيه معاه ما كاين حتى مشكل. هاد الوصفه داروها بزاف تاع البنات هنايا وكل واحد كديرها بالطريقه ديالها حيت سبحان الله يعني كل واحد والخدمه كيفاش كيخدمها فهمتوني. كل واحد كيفاش كيقرا الكارطه كل واحد كيفاش كيخدم الوصفه كتلقى مثلا الوصفه راه بحال بحال ولكن كل وحده وكيفاش خدمتها حيت عالم الروحانيات او العلم ديال الروحانيات فهو علم كبير بزاف. وهذا الشيء اللي كاين والله يسهل على الجميع والله يستر لكم الوصفه والله الا سهله ما تعكزوش عليها. ثاني حاجه بغيت نقول لكم البنات بالنسبه للناس كيقولوا لي واحد الناس قلال الحمد لله اغلبيه كنجح معاهم الوصفات فغندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله قريبا الناس كامل اللي نجح معاهم الوصفات دوك التعليقات الزوينه كلشي داكشي بنشاركوا معكم ولكن ما غاديش نبين لكم الاسماء ديال شكون اللي كتب دوك التعاليق حيتاش يعني الخصوصيه ديال بنادم. فشحال من واحد كتقول لي انا ما كننجحش معايا الوصفه هذاك البركابي ديالي ما كتشد فيه الوصفه مع داكشي. بالنسبه للبنات خصك تعرفي انت البرج ديال البركابي ديالك واش يعني برج يعني مائي ترابي هوائي فهمتوني. خصك تعرفي داك البرج ديال الحبيب ديالك يعني واش هو هوائي ولا مائي ولا ترابي باش تخدمي ليه الوصفه. مثلا الا كان ترابي فكتخدمي ليه شي حاجه اللي كتكون من التراب يعني شي حاجه اللي تتفن شي حاجه اللي بحال هكا. كان مائي شي حاجه اللي فيها الماء يعني راه هادشي واضح وباين. وباش يعني نشرح لكم هادشي مزيان ان شاء الله قولوا لي في التعليقات باش ندير لكم فيديو نشرح لكم كيفاش تعرفوا النوع ديال البرج ديال حبيبك كيفاش تعرفي واش هذا ولا هذا ولا هذا. وهادشي اللي كاين والله يسهل على الجميع والله يسهل لكم حبيباتي. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد. وما تعكزوش البنات على الوصفات تكونوا عيالات وكادات كيف ما تنقول لكم دائما ما لا صدقات لك هذه ديري هذه راه اهم حاجه البنات هي النيه. وهاد الوصفه ديروها البنات من الاحسن على الطهاره من الاحسن دائما كنقول لكم احسن حاجه ديروها هي انكم ديروا الوصفات على الطهاره الا كنتوا حائض او على جنابه فاعطوا الثقه الوصفات من الاحسن خصوصا الوصفات ديال التهيج والمحبه وهذا وهذا وتفسيخات فضروري البنات تكوني على طهاره. والله يسهل على الجميع يا ربي امين والله يستر لكم فيما حطيتوا رجليكم تلقاو غير الخير والتيسير يا ربي العالمين.